نروح في جولة الأخبار سيدتي. يلا. وزارة التجارة فرضت غرامة قدرها 100 ريال على المحلات اللي ما بتوفر الهلالات عندها. طبعا بنشوف انه الان صار مثلا في اللي هو مثلا تروح السوبر ماركت تشتري مثلا بمبلغ مثلا 300 تشتري خبز بريال تلاقيه بريال و30 هلله. ايوه مثلا ريال و30 هلله، المفروض انه المحلات دي لازم توفر الكوينز او الهلالات انه ترجع لك الباقي، لانه في حاله تكرار المخالفه حتصل العقوبه الى اغلاق المنشاه تماما. انا لاحظت انه الباقي هذا بيكون يا مناديل يا علكه يا شيء من هذا النوع، مو من حقه انه يفرض علي اي شيء اني اخذ مناديل ولا يقول لي تبرع فيها. انا ما ابغى اتبرع وما ابغى مناديل ولا ابغى انا ابغى فلوسي زي ما هي. بس لا تعرفي ايش المشكله في وضحي شغله، معلش اعذرني غزل، بس وضحي شغله، مو قصه انه انا ما ابغى اتبرع، انت تبغي توضحي. لا بابا هو اغلب في سوبر ماركتات كبيره يقول لك الباقي اتبرع فيها، انا ما ابغى اتبرع فيه ليكم انتم يا جماعه، ابغى اتبرع بطريقتي الخاصه لو بدي اتبرع، فمو من حقه انه يفرض علي هذا الاختيار يعني. لا او مثلا يعني هو مثلا انت مثلا طلع حسابك مثلا خلينا نقول 50 ريال و30 هلله، حياخذ منك 51 يعني حياخذ منك 51 ريال، ما يرجع لك مثلا ما يرجع لك شيء. صح، انا فعليا مره من المرات كذا تنحت معايا في سوبر ماركت ابغى الحساب، كان المفروض باقي لي يعني حاجه و35 هلله، من قلت له ابغى الباقي، قام طالع في، قلت له انا ابغى الباقي خلاص اعطيني باقي فلوسي، باقي تقريبا 65 هلله. تخيلي منك انت ياخذ هلله، كم هلله كم هلله على في اخر اليوم، قام طالع في، قلت له مبلغ إيه؟ لانه انت اخذت مني ال 30 هلله ريال كامل، طب ممكن طب اعطيني انت، مو لازم انا اتفارك ال 30 هلله، انت اديني الريال. قام والله طلع ريال واعطاني هو، قلت له ايه، انت لما يكون لكم حاجه عند المستهلك انتم بتاخذوها، اكيد لكن المستهلك لما يكون له حاجه عندكم انتم ما بتاخذوها. مظبوط، فلا حقي اخذه زي ما انت بتاخذ حقك كواتيفر اي منشاه او اي سوبر ماركت او اي بقاله، انا كمان اخذ حقي. صح، مسكت معي وما رضيت اعطي له. كويس، لا برافو عليك، لانه في ناس كثير مثلا توصل لمرحله انها تستحي، وفي ناس ما بتفرق معاهم يعني الباقي الان يفرق مع الكل، وفي ناس لا بيفرق معاها ويفرق معاها مره كثير وحيفرق مع الكل الان يعني. بعدين ايوه في حاجه مهمه كمان، انه الحين صارت على كل شيء، فانت لا يفضل انه انت يعني بيكون تكرم منك لو سمحت الكاشير رجع الفلوس او المبلغ المتبقي للشخص اللي هو جاي اشترى منك، لا تحطه في موقف بايخ عشان ما تحرجه. لا هو اللي يزعل اكثر ايش، انه من جد الاماكن دي هي لما يكون لها عندك حاجه تحاسبك على الهلله، لكن انت لما تيجي تبي تاخذي منه الباقي مثلا يعني يمشي لك الموضوع او يلف لك الموضوع، مثلا خدي مناديل خدي علك، ممكن ما يرجع لك حتى الباقي يعني. صح، يعمل نفسه يعمل يرفع لك الريال يكمل لك اياه، ما يكمل، مستحيل هو ياخذ منك الهلله. أيوه، بس انت ما تاخذي منه. فانا لا ما احب كذا، فاي سوبر ماركت لا تعطيني الباقي، مو شغلي. لا الان خلاص الموضوع اصبح رسمي، خصوصا مع الضريبه المضافه. الان اذا بتشتري عصير قيمته ريال، الان سعره ريال خمسة هلالات، فانت تحتاج الفكه في جيبك عشان تدفع الخمسة الهلالات دي، فطبيعي راح هو انا من زمان ما شفت الهلالات، فهي الفكره خلاص ابدا ياخذي عليها دحين. لا فيها بالضبط، كنت لسه ابغى اقول لكم احنا على فكره من يعني من اول ما عندنا ثقافه الكوينز والهلالات ودي الاشياء خلاص، انه يعني حتى مثلا لما تاخذيها تلاقيها شلتيها مثلا رميتيها بجيب الشنطه او كذا ونسيتيها مع الزمن وتنسيها. لا دحين لا تنسوها الان، ما حد ينسيها ابدا. صحيح. يعني طيب فعلا موضوع الهلالات هذه انا احبها، انا احب اجمع الكوينز. يعني اكيد ما في كوينز كثير الحين، خلاص هذه حتستخدميها، لا تخافي يا روح، حتصرفيها في كل شيء تشتريه، كل حاجه حتى لو كوب قهوه صغير لا تخافي، حيطلبوا منك 70 هلله تطلعي ال 70 هلله، لا يهمك يا روح.